عمرها هتاس. يا ما فرحت نجحت ضعفت وقفت، يا ما قابلت ناس على قد ما سمعت كلمة حب، يا ناس عمرها هتاس. ما بتشتكيش دي الدنيا لا للشاكي، ما بتديش ما قالتش اه، بالعكس بتحب الحياة وتعيش. ده الوقت خاين واللي بيفوت منه ما بيرجع، حطيت وما بتجيش. يا ما فرحت نجحت ضعفت وقفت، يا ما قابلت ناس على قد ما سمعت كلمة حب، يا ناس عمرها يتقاس. ده الحب ماليها وعاشت أيام حلوة وأيام ربي راح أغلى ماليها، حبايبها وناسها وتدور عاللي يعوضها، فرشوا لها الشوك ورموها بالورد. يا ما فرحت نجحت ضعفت وقفت، يا ما قابلت ناس على قد ما سمعت كلمة حب، يا ناس عمرها يتقاس. ما بتشتكيش دي الدنيا لا للشاكي، ما بتديش اه، بالعكس بتحب الحياة وتعيش. ده الوقت خاين واللي بيفوت منه ما بيرجعش، مين فينا راكب جوا قطر حطيته ما بتجيش. مين فينا راكب جوا قطر حطيته ما بتجيش. سمعت كلمة حب، يا ناس عمرها هتقاس. يا ما فرحت نجحت ضعفت وقفت، يا ما قابلت ناس على قد ما سمعت كلمة حب، يا ناس عمرها هتقاس. اشتقت للندن كتير. ليه طلبت تنزلي بهالاوتيل؟ كنت رح نزلكم بأوتيل أحسن منه. اشتقت لهالاوتيل بالذات، قعدت فيه مرتين قبل هلا. أنا ملاحظ أنه عندك وفا كبير للأماكن، بالعلامة فندق طانيوس. وفا للأماكن وللناس كمان. طبعاً هي أنت جايبة معك اثنين من أهلك. اشكر ربك ما جبت لك أكثر. أنا بحسدكم أنتم الفنانين. عايشين بمزاجكم. بتهيأ لك. نحن كمان عنا التزامات أكثر منكم أنتم يا رجال الأعمال. سمعت أنك تجوزتي 4 مرات. أوعى تكون بعدك عم تنبش على بنت الحلال. أنا كمان تجوزت 4 مرات. كيف؟ وانت مسيحي؟ مين قال لك اني مسيحي؟ اسمي يوسف حمود. جو هيدا اسم الدلع. هيدي مفاجأة لإلي. ضيقتي اني طلعت مسلم؟ وليه بدي اتضايق؟ إذا من أصل الأربعة اللي تجوزتهم 3 مسلمين. أنت فعلا تركيبة عجيبة كتير. بعدك عم تسأل. لو أنا رايحة على أمريكا بكرة كنت باخدك عند أقرب حكيم. رايحة على أمريكا؟ وجهك كتير حلو علي. رح أغني بالكارنيجي هول بنيويورك. أنا أول مطربة عربية بغني هونيك، ولحد هلأ بعد ما حدا غنى من بعدي. رح تتركيني هون لوحدي؟ لا، 3 أيام ورح أرجع لك. هويدا عم بتدخني؟ من كتر ما همي كبير. طفيها بسرعة، إذا عرفت أمك رح تزعل منك كتير. السيجارة ما رح أطفيها قبل ما تخلص، وما عدت صغيرة وبعرف حالي شو بدي أعمل. هويدا طفي السيجارة وكسر الشر، بعدين قومي ضبي شنطتك لتلحقي طيارتك على أمريكا. أنا مني رايحة على أمريكا، باقي هون بلندن.
امك مستحيل تتركك لوحدك بلندن بعد اللي صار المره الماضيه. انا مني صغيره، بعرف كيف اهتم بحالي. طيب انت شو رح تقعدي تعملي لوحدك بلندن؟ بس فهميني. انت عارفه كثير منيح انه انا عندي اصحاب هون بلندن. ما هن هول اصحابك اللي مخوفين امك، بعد ما جروكي على الديسكويات اللي تعرفتي فيها على فريدي وعلى الهيبيز، هدول الشله اللي ما جابوا لنا الا المصايب. ما حدا له دخل باصحاب حدا، انا ما بقول لماما لا تصاحبي هيدا ولا تتركي هيدا، بعدين يا خالتي شو بروح بعمل معكم؟ انت مسافره معها تمكيجيها وتلبسيها، بحط ايدها على خدها وبتفرج عليكم انتوا اثنين؟ لا شكلك مش رح تفهمي ابدا، رح جيب لك امك هي تتفاهم معك، خلص جيبيها، انا رح اقول لها انه مش رايحه على امريكا بغصب عني. صباح انت مغني عليه من قبل، صار له القصه زمان. دخليك؟ هيدي مش صالة جو حمود؟ شو بده يجيب جو حمود هلا لهون؟ يا عمي انا بعرف صالته. هلا ما حدا بالدنيا كلها بيسعل هاي الصالة غير جو حمود؟ لحظة خليني اشوف. قلت لك هيدا هو، انزلي بسرعة عيطي له. جو يخرب ذوقك، عرفتك من سعلتك. هلا عرفت انه سعلتي لها فوايد. بس ما قلت لي انه عندك شغل بامريكا. مش شغل يا صبوحه، اشتقت لك، لقيت حالي جاي وراكي. لحقت تشتاق لي ب 24 ساعة؟ ما كنت عارف انه يوم على غيابك، قد سنة كاملة. يعني تركت هويدا لحالها بلندن، وانا كنت مفتكرة انك رح تنتبه لها؟ انا بعد ما تعرفت عليكي صار بدي حدا ينتبه لي. المستشفى صعب كتير، ما كانوا رح يخلوني فوت بالورود حتى لو ممكن بدهم يفحصون. مش انت اللي قررتي تفوتيني لهون؟ كان لازم اطمن عليك، انت عم تسعل اكتر ما بتتنفس. بعتذر انه جيت وراك يا امريكا وتعبتك معي. طب وانا كمان تعبتك معي من وقت ما عرفتني. انا رايحة اشوف الدكتور، بدي اسأله شو نتيجة الاشعة. انا عرفت النتيجة. كيف عرفت؟ الدكتور نفسه، لانه ملاقي معي حدا يلوم ورا ظهري. ليش وقال لك؟ قال لي انه عندي سرطان على الرئه. اكيد هذا مش اخر كلام، لازم نشوف حكيم تاني. انا ما بعرف حكيم تاني غيره هون، بس انا بعرف طبيب لبناني عايش بلندن، هو اللي اهتم فيي بقصه صوتي. اتصل فيي لما عرف اني انا بنيويورك، وقال لي انه عنده مؤتمر طبي، رح احكي شوف شو حالتك. صباح، انت عندك حفله ليلي، لازم تحضري حالك منيح. صحتك عندي اهم من مليون حفله. طمني يا دكتور. كنت حابب اقول لك كلام يطمنك، بس كل الدكاتره زملائي بالمؤتمر ايدوا نفس الكلام. ورم سرطاني على الرئه، واضح انه هذا الشخص بهمك امره كثير. بعرفه من فتره بسيطه، هو من نوع الاشخاص اللي بفوت على قلبك دغري بس تقعد معه، في هيك نقاوي بقلبه
كثير قليل لتلاقيها بهالايام. اوقات المرض ما بيختار الا الناس المناح. المشكله كمان ما بعرف حدا من اهله، يعني اذا صار له شيء هون بالغربه ما بعرف كيف بدي اتصرف. اذا بهمك امره هالقد فينا نتعب شوي زياده. يا رايت كيف؟ بعرف طبيب الماني عايش هون، بس هو هلا بواشنطن، استاذ كبير بامراض السرطان، ممكن يكون عنده راي ثاني. انا مستعده اسافر مخصوص على واشنطن واعرض عليه اشعه جو. انا برايي تعرض عليه جو نفسه. عندي كمال يقول اشياء جديدة. انت كمان لازم يكون عندك امل. الدكتور كشف عليك مرتين وعمل لك اشعة جديدة، هلا بتطلع النتيجة. يا ريتني ما تعرفت عليكي قبل ما اعرف حقيقة مرضي. ما كنت رح خاف من الموت مثل هلا. شو قصدك؟ انا اللي حببتك بالدنيا؟ انت اللي خليتيني اشوف دنيا جديدة. ما كنت شايفها من قبل. هذا اللي خليك تجي وراي على نيويورك؟ وخليك تيجي معي على واشنطن وتتركي شغلك. أنا هلأ ما بقى عندي شغل غير أني أطمن عليك. أول ما عرفت أني يمكن موت فكرت أكتب وصيتي. قعدت مع حالي كتير وفكرت شو ممكن أكتب بالوصية. مليت غير كلمتين بس. شو هني هالكلمتين؟ حبك صباح. عمرك سمعتي اعتراف مثل هيدا من واحد عم بيودع الدنيا؟ وانا كمان بحبك. ما بعرف كيف صارت الامور بهالسرعه، بس اكيد نحن ما التقينا بالصدفه ولا حبينا بعضنا بالصدفه. مش ممكن الموت يخطفنا من بعض. حتى لو ما بقي لي الا كم يوم بهالدنيا بكفيني رعيش ومايك. اخذت عليكم؟ طمنا يا دكتور. هيرش فايجر هو اللي طمنا كلنا. من بعد الكشف والتحاليل والأشعة بيأكد أنه مستر جو ما عنده ولا أي أمراض سرطانية. الحمد لله. بس هالسعلة اللي عندي إنه شو سببها؟ التهاب رئوي من نوع نادر، وطلب أنه يدخل لعنده على المستشفى لمدة أسبوعين، رح يعطي دواء ويتابعه بنفسه بالإذن. شكرا. الحمد لله. ما قلت لك الموت مش ممكن يخطفنا من بعض. تتجوزيني صباح؟ قويم هيك؟ ما قعدت اسبوعين اخذوا الدواء والسالي راحت وهياني رجعت لعند هيرش فايجر وقال لي صدرك ولا صدر شاب بال 25؟ لا 26 سنة. مش ممكن انسى وقفتك حتى. الله بعت لي اياكي لتهوني علي اصعب ايام حياتي. وبعتك الي مخصوص ليقول لي انه بعد الدنيا بتحبني مثل ما انا بحبها. قومي خلينا نتصل بالمحامي تبعي ونساله كيف واحد مسلم بيتجوز وحدة مسيحية بهالبلد. قومي. دخيلك يا جو، أنا صرت خايف من الزواج المستعجل. أعطينا وقت شوي نفكر. إذا فكرنا يمكن ما نعود نتجوز. بعدين أنت من شو خايفة؟ أنا هلأ معي شهادة ضمان ألماني إنه صدري ما رح يتعب على القليلة قبل 5 سنين. أنا بدي شهادة ضمان منك إنك مش رح تتركني أبدا. خايفة نطلق وبعد ما تجوزنا؟ غصب عني يا جو، أنا أصلاً من كثرة الطلاقات عندي إحساس إني اتطلقت أكثر ما تجوزت. يا ماما بعتتك تدور علي؟ ايه، وما كنت بتمنى لاقيكي بالديسكو مع الشله هيدي. الشله هيدي اصحابي وبحبهم وبحبوني، وما رح اسمح لاي حدا يحكي كلمه غلط عنه. لو بحبوكي صحيح ما بيبعدوكي عن امك بهالشكل. انا وماما بعد عن بعض من زمان،
من وقت ما قررت تكبني بالمدرسة الداخلية تروح تبرم كل أوروبا لتحيي حفلاتها. لا يا هويلة، أنت عارفة إنه ماما طول عمرها مسؤولة عن كل العائلة. الله يرضى عليك أنكل جو، ريح حالك وروح قل لماما إنه أنا ما رح أبعد عن أصحابي. أمك ما بعتتني مشان هيك. كرمال شو بعتتك؟ طلبت من أمك تتجوزني، قالت لي أول شيء لازم تطلب إيدي من هويدا. فهمتني إنه ما رح تتجوزني إلا إذا أنت وافقتي. عندها أحساس كبير بالمسؤولية تجاهك، وخايفة تفكري إنه زواجنا رح يبعدها عنك. أنا بعرف إنه أنت وأمي بتحبوا بعض وعايزين بعض. ألف مبروك. فإذا رح نرجع بكره على لبنان ونعمل حفلة كبيرة بهالمناسبة. لا أنا ما بقدر أرجع على لبنان وأترك أصحابي هون. كيف رح تعيشي لوحدك بلندن؟ عادي عادي، رح دبر حيلا شغلة أشتغلها وفي أستأجر أوضة مع واحدة من أصحابي. لا يا هويدا، أنت هيك عم تعذبي أمك معك. عم بتعبيها بالوقت اللي مفكرة إنه صار لازم ترتاح. وأنا ما رح أرتاح بلبنان، ما هو أصلاً لا حدا فضيلي ولا حدا بده يسمع لي ولا حدا فهمني. أنا مهتم حبيبتي وفاهمك ومأكد رح نصير أصحاب ورح أعوض لك كل الأيام البشعة اللي مرقتي فيها. المرشحين بالبرلمان مع جويا اللي عم بينافسوه عم بيقولوا إنه ما رح ينجح إلا بس لأنه جوزها لصباح. أه؟ إذا جو بيعرف هالخبريات وهالإشاعات ولا لا يقوصن. بس هيدا منطق. يعني ما رح ينتخبوه إلا لأنهم بحبوا صباح وبدون يعبروا لها عن حبهم. إيه مش غلط، بس جو كمان بحبها لصباح وأنا مأكد إنه ما تجوزها كرمال هيك. بعرف حبيبتي، بس بتخيل الانتخابات رح تقربهم أكتر من بعض. صباح يا حبيبتي، ألف مبروك. الله يبارك فيكي يا حبيبتي. حبيبي يعني أنا هلأ صرت مرته لنايمة برلمان. كتير لك فرق كبير بين نجاح اليوم، مشان هيك تركت كل شيء بشكل شخصي. عزمك على محل حقيقة. نجات! نجات! ايه يا جو؟ هيدي صباحة وعم بيتهيألي. ايه صباح. شو هيدا لبسته؟ هو التيب اللي رح تطلع فيهم بالمسرحية الجديدة. أنا مرتي تلبس هيك؟ صرت نايب بالبرلمان ومرتي طالعة قدام الناس بالشورت. اسمعني شوية جو، لوين رايح؟ لحظة يا جو. حرام عليك يا جو، والله هول تياب المسرحية جديدة. صباح دفعت فيهم ما صار كتير. متحرم تلبس مزلط بعد اليوم. بكفي، سمح لها تغني وتمشي. بكفي. شو هيدا؟ مين عمل هيك بتياب؟ أنا طبعاً. أنت خزقت لي تياب يا جو؟ حاشت لي تياب؟ هول بدون تياب تيصيروا تياب، وهول كمان هول تياب فصلين مخصوص كرمال المسرحية. تزع الدور على المسرحية كلها. بدك تطلعي على المسرح بهالتياب تيقولوا عني نايب الشورت. ما تنسى اني انا ساعدتك لتصير نايب البرلمان، وهلا بدك تعمليني مسخرة البرلمان. شوف انت فهمتني اما نتجوز انك تحترم الفن وتقدر الفنانين، وانت كمان لازم تحترميني وتقدري موقفي. يا جو حاول تفهمني. هي كلمة هول تياب ما بتلبسيهم طالما انت مرتي، وإذا بدك تعندي بلغيلك المسرحية كلها. على فكرة صباح من النوع اللي ما بيتعاند. شو قصدك؟ يعني مش من مصلحتك تخيرها بينك وبين شغلة، وخصوصاً أنه أنا بعرف كتير منيح أنه هي أكتر وحدة حبيتها بحياتك. أنا ما خيرتها بيني وبين شغلة، أنا بدي إياها تراعي وضعي الاجتماعي والسياسي وهي ما بتفكر إلا بشغلة. قول بصراحة بدك إياها تدفع ضريبة نجاحك بالسياسة وأنت ما تدفع ضريبة نجاحها بالفن؟ ما بعرف يا بدي. أنا كتير تعبت 4 سنين جوز صباح، لا قادر أغير الرأسة ولا قادر أتغير كمالها. أنا شايف ما ضروري تغيروا أي شيء، أنتوا هيك حلوين كتير وعائلتكم بيكملوا بعض. المشكلة إني متجوزها هي وعائلتها كلها وحامل هم مشاكلها ومشاكل العائلة فوق البيعة. أنا متأكد إنه اهتمامها بعائلتها هو أكتر شيء حببك فيها وخليك مش قادر تتركها لحديت هلأ.
صباح؟ مين؟ معقول ما تذكرتيني يا صباح؟ معك حق تنسيني، انت صلك شي 20 سنة ما شفتيني. خيي؟ كلمة خيي طالعة من تمك مثل العسل. انت وصلت من البرازيل؟ جيت من شي ساعة تقريبا، وصلت دغري لعندك. فوت فوت. ليه من المطار لعندك دغري؟ ناسي انه هذا خيي يا جو، صار لي 20 سنة ما شفته. هو يعني ما عنده اخوات غيريك؟ شش وطي صوتك رح يسمعك. ناسي انه نايم هون الليلة؟ المشكلة اني مش ناسي، ومش عارف اذا رح يشرفنا الليلة بس او رح يضل مشرفنا على طول. يا عم بقول لك وطي صوتك، شو قصدك بهالحكي؟ مش هيدا خيك اللي قتل امك وهرب من البلد؟ كان صغير وما بيفهم، بعدين القصة صار لها 20 سنة وبطل مطلوب للمحاكمة. مش مطلوب للمحاكمة بس الناس بعد ما نسيت. كيف بس بكون نايب بالبرلمان ومقعد معي قاتل؟ كمان بدك تقلي نايب بالبرلمان؟ مضطر ذكرك لأنك بتنسي. طمن، قاعد هون لحتى ما يلاقي حدا يمول له مشروعه ورح يرجع يفل. مشروع شو هيدا؟ ناوي يستقر بلبنان، بده يفتح محطة بنزين هون. يا ستي أنا مستعد أعطيه المصاري اللي رح يفتح فيها المحطة. بس من بكره الصبح يشوف له محل تاني يقعد فيه. فضيحة الليلة يا فضيحة. يلا يا اختي حضري الفستان التاني. يلا حاضر. شوفي مين بسرعة عن جد. وإذا حدا من المعجبين قولي لهم بعد العرض. صباح جو، ما قلت لي جاي على المسرح الليلة؟ عندي إليك خبر مهم وبدي إياكي تهدي أعصابك شوي. خير، شو في؟ تفضل يا أستاذ. يا أبو يا أخي يا حبيبي. اشتقت لك يا ماما، كثير اشتقت لك. يا حبيبي انت صرت رجال. المهم يكون بعده مذكر خالته نجات. طبعا طبعا يا خالتي، انا مذكركم كلكم. اني امتى جيت من امريكا وقديش رح تقعد قد رح تبقى معي؟ عمهلك عليها الصباح كل هالاسئله بنفس واحد. جيت امبارح واستاذ يوسف هو اللي اتصل فيي وقال لي تعذر ماما واعطاني عنوان المسرح كرمال اعمل لك اياها مفاجاه. عرفت انه وصل على لبنان من ضابط صاحبي بيشتغل بالمطار، وقدرت أوصل له من بياناته الموجودة عندهم. ميرسي يا جو، هيدا أجمل مفاجأة عملت ليها بحياتي. ماما طرني بالمسرح يا حياتي، الليلة رح يكون أجمل عرض وقت ما بلشت هالمسرحية. يقبرني. حاضر يا ماما. يا حياتي. نجات فستان. صباح، مش هيدا الخبر اللي قلت لي تهدي أعصابك مشانه؟ ليش بعد في مفاجأة أجمل مفاجأة ابني؟ بس للأسف مفاجأة مش حلوة. يمكن ربنا بعت لك صباح هلا تخفف عنك شوي. شو في يحكي؟ قبضوا على هويدا مع شباب من الشلة وهلا موقفينها بالمخفر. شو خلص ما بقى فيني اتحمل أكثر من هيك. روقي يا صباح، أنا أخذ لك إذن تشوفيها بس بعد ما يطلع المحامي من عندها. مساء الخير. طمني يا استاذ، شو رح يصير بهويدا؟ تخيلك يا استاذ طمنا. ما بدي يكون متشائم وما بدي يكون متفائل زياده عن اللزوم، وان شاء الله بكره رح شوفك بمكتبي حتى نشوف شو لازم نعمل مشان ننقذ ما يمكن انقاذه. هلا بعد ما ننطر لبكره بدك تفهمني انه بنتي رح تنام الليله بالقسم؟ الموضوع كبير يا مدام، ونحن رح نعمل يلي بنقدر عليه. حبيبتي بنتي، انا بدي فوت لعندك. مدام صباح، هويدا كانت طلبت مني اني كنت اجلي مقابلتها اليوم لمره تانية. شو يعني؟ ما بدها تشوفني؟ معليه، ما فينا نضغط عليها هلا، بكفيها يلي هي فيه. انا رح فوت احكي معها. مدام صباح، موعدنا بكره الساعه 12 بمكتبي، ما تتاخري. باي باي. سامع يا جو؟ هويدا ما بدها تشوفني. بتكون محرجه ومش قادره تواجهي. لا، أنا بعرف شو عم تفكر جواتها. حاسة إنه كل اللي صار معها بسببي. أكيد ما كنت بفتكر إنه
حتجي من السفر لتشوف اختك بالحبس؟ انا متاكد ان ازمي وبتمرق. وحتى سالتني اذا مزرمه ام بريئه. كنت بدي اسالك بالاول، انت ليه رفضت تشوفي ماما؟ مع انها واقفه برا رح تجن حتى تشوفك. مش قادره، مش قادره اشوف العذاب بعيون اللي انا سببت لها. ما زال عارفه هيدا الشيء؟ ليه عم تعذبيها؟ غصب عني ما قدرت حقق لها احلامها فيه. يا ريتك كنت معنا، يا ريتك سكنت معنا، على القليل كنت حكيتني وسمعت لك، ما وصلت لهون هلا. ليه ما سمعت كلام ماما؟ لانه الماما كل عمرها بتقلي شو ما لازم اعمل، مش شو لازم اعمل. انت اللي ما كملتي دراستك وانضميتي للشله المنزوعه اللي ما رح ينفعوكي بشي هلا. هو الشله المنزوعه اللي عم تحكي عنهم هول مثلي، بيهم بمحل وامهم بمحل، واثنيناتهم ما بيهتموا لهم. انا كمان بي بمحل وامي بمحل، الحمد لله صرت دكتور ورايح استلم شغل جديد بامريكا. هذا لانه انت بتعرف انت مين. تيانتك مسيحيه، جنسيتك لبنانيه، مهنتك الطب، بس انا شو؟ نص مسلمه ونص مسيحيه، نص مصريه ونص لبنانيه، مش عارفه اذا مستقبلي بالفن يا ما بشو، مش قادر حتى اكمل دراستي. رح اطلع اقول للماما انك رح تشوفيها بالزياره الثانيه، وان شاء الله يكون محامي جاب لنا اخبار منيحه. صباح. شو انت عارف انه انا موقوفه مش كرمال شي عاطل، صح؟ انت فهمني ما هيك؟ انا متاكد انك بريئه، ما رح سافر غير ما اطمن عليكي، اوكي؟ وبعدين يا اختي الك اسبوع على الحالة، كل شوي بتمسحي دموعك. شو بدك ياني اعمل يعني يا اختي؟ اذا بنتي بعد لهلا ما بعرف عنها شيء. الله يستر ويمرق هالايام على خير. انت متاكده انه جو ما اتصل انا من المسرح؟ لا. غريب، مع انه كان المفروض المحامي يتصل فيه ويقول له شو صار بقضيه هويدا. جو. صباح. المحامي قادر يثبت انه هيدا واثنين من اصحابها ما لهم دخل بقضيه العداب. الحمد لله يا رب، الحمد لله. وقال كمان بمحضر النيابي انه الصحفيين المسلطين من بعض اعدائك الفنانين هن اللي حولوا الحادث لقضيه راي عام ليأذوك انت شخصيا. بس انا ما عندي اعداء يا جو. يا صباح، انت عندك كثير اعداء، بس المشكله انه منك منتبه. أنا كمان عندي أعداء من السياسيين وحاولوا يستغلوا اللي صار ليحاربوني فيه. ما تؤاخذني يا جو، أنا سببت لك كثير مشاكل. ما قلت هيك تحسسك بالذنب، أنا بس بدي فهمك إنه مش كل الناس مثلنا نضاف من جوا. طب هويدا وينها؟ شو صار فيها؟ المحامي أكد لي إنه رح تطلع براءة بعد 3 أيام. الله يخليك إلي يا جو، ما بعرف شو بدي أقول لك. صباح، أنا ما عملت شيء، المحامي هو اللي طلع شاطر. لا يا أستاذ يوسف، أكيد كمان عملوا لك حساب لأنك نايب بالبرلمان. هيدي فرصة حتى رد الجميل. أنا مش ممكن أنسى إنه صباح كان لها فضل كبير بدخول البرلمان. الحمد لله على سلامتك يا حياتي. هم سامحيني على كل شيء عملته فيك. انت اللي لازم تسامحيني، ظروف شغلي بعدتني عنك، بس اليوم ورايح مش رح خلي شيء يبعدنا عن بعض. تعرف انه دوريد لحام طالبك لتلعبي دور بطولة قدامه؟ انا ايه يا حياتي، رح يكون اول دور بطولة لإلك وان شاء الله ما يكون الاخير. ايه مزبوط، ما هي العالم بدها تشوف هويدا بنت لصباح اللي بعد ظهره من قضية. هلا خلينا ننسى اللي راح ونركز على اللي جاي. تعال قلبي. تعال. طب وانت رح تكوني معها بالفيلم؟ لا، حتكوني بطلي انت لوحدك. ما بدي الناس يفكروك انك معتمدة علي. شو اللي خلى دوريد لحام يختارني انا بالذات؟ حضر تمثيلك بنار الشوق واقتنع فيك. يعني ما عم يرد لك الجميل لانك وقفت حده باول افلامه. دودو حياتي، ما في جميل بالفن، ما
بعدين انا متاكده رح تنجحي مثلي واكثر مني كمان. كول تقبرني كول. معقول يا ماما انت اللي عامله هالاكل كله؟ شايف هالاكل كله خيي؟ امي بعزيمه وحده فيها تعمل عقده بمرتين وثلاثه كمان. معذور خيك يا دودو، ليش هو عايش معنا ليعرف انه امه بتطبخ احسن ما هو بيعملته؟ الله يرحمه عمي نجيب، بتعرفي لو بعده عايش كان على الاكيد انا عيب ببيروت. الله يرحمك يا نجيب. لو بتعرفوا يا اولاد قديش موته اثر فيي. اللي خلف ما مات، كل ما بدك تتذكري تطلع فيي. ليش وين عم شوفك لاطلع فيك؟ يا جماعه مش معقول، يعني هيدا هو المحشي اللي صار له 10 سنين بسمع عنه هلا؟ امك الوحيده لما تعمل عزيمه بتحط اكل مصري حد اكل لبناني وعلى نفس الطاوله. انت عايش مع امك هون وشوف الاكل كيف بيكون. لو عارف هيك كنت نزلت على لبنان من زمان. مين هذا اللي حماته بحبه؟ خليكم انا رح شوف مين. اعطوا قبل ما تعدوا هذا الارنب. هيدا ما بتاكل منه دايما. خلاص يا ماما خلاص. الارنب اللي بتاكله عند امك ما بحياتك بتاكله بامريكا. كول تقبرني كول. صباح. شوفي في واحد قال انه جاي وجايب لك ورقه من المحكمه. محكمه؟ قاعدين مبسوطين. اهلا مدام صباح. نعم. حضرتك اسمك الحقيقي جنات جورج فغالي؟ مزبوط. طيب ممكن تمضي لي هون؟ مش لما اعرف الاول على شو بدي امضي؟ ورقة طلاقك من السيد يوسف حمود. كيف يا جو بتعمل هيك عملة؟ ما قدرت واجي صباح يا بديع، ما لقيت حل غير اني طلقها غيابة. ليه طلقتها اصلا ما زال بتحبها وبتحبك؟ اكتشفت انه الحب وحده ما بيكفي. جو انت عم تحمل صباح مسؤولية المنصب الوزاري اللي طار منك؟ ابدا، انا ما حسست انه هي السبب، مع اني مأكد انه خصومي تصيدوا من ميت العكرم واستغلوا تدخلي بقضية هويدا وهيجوا علي الرأي العام. هالقد؟ هالقد كان همك تصير وزير؟ ما رح كذب عليك واقول لك لا. انت عارف انه معي مصاري كتير، واي مليونير مثلي احترف السياسي بعيش طول عمره يحلم بمنصب مثل هيدا. وهيك خسرت الوزارة وصباح بنفس الوقت. أنا ما طلقت صباح لأنه كنت سبب بحرماني من الوزارة. فإذا ليه طلقتها؟ لأنه مش عارف ياخذ منها واحد على 10 من اللي اعطيتها إياه. على طول مشغولة بفنها وأهلها ومشاكل بنتها. صار مطلوب مني حل كل مشاكلها غير المشاكل التانية اللي هي موقعتني فيها. كان لازم تفهمها هذا الشيء. ما فهمها. ما رح تقدر تستغني عن أهلها وعن الدور الكبير اللي بتلعبه بحياتهم. قول بصراحة إنك ما قدرت تلعب هيدا الدور بحياتها هي. فعلاً ما قدرت. أنا حبيت صباح وبعدني بحبها، إيه بس كرهت الحياة اللي فرضت علي. صباح مش متوقع إني أجي. سافر؟ مهمة عمل بباريس، تفضلي. أكيد كنت بتفضل إنك تسافر قبل ما أوصل. ليه عملت هيك؟ لأنه بحبك صباح. لو كل اثنين بحبوا بعض بيطلقوا، ما كان فضل حدا مجوز. أنا حبيتك أنت، ولما تجوزتك لقيتك جايبة العائلة كلها معك. أنا فهمتك هالشيء قبل ما نتجوز. كنت فاهم شيء وطلع شيء تاني. بس أنت ساعدت أهلي كتير، فكرتك بتحبهم كرمالي. قصدك كنت متحملهم كرمالك. انت بعدت عني باكثر وقت كنت محتاجت لك فيه. طول سنين زواجنا وانا عم بحاول انسى حالي وما افكر الا فيكي، بس بيظهر الحب مشان يضل عايش. مفروض يكون عامل مثل الميزان، ما في كفه توقع عن التاني وما حدا يضحي اكثر من التاني. عم تحاول تقلي انك ضحيت بكل شيء كرمالي وانا بالمقابل ما ضحيت بشيء؟ انت تعودت تضحي كرمال الناس المحتاجين لك، وكنت مفكره انه بمصرياتي ونفوذي ما رح احتاج منك اكثر من كونك موجوده بحياتي. لا صباح، بشكرك جوا على كل التضحيات اللي قدمت لي اياها وعلى كل المشاكل اللي حليت لي اياها، وكمان بشكرك على الطريقه اللي تركتني فيها.
أنا السبب بطلاق ماما. أنكل جو خايف على مستقبله السياسي ومجوز من مرة بنتها متهمة بقضية. جو هيدا لو كان بحب ماما عن جد ما كان فكر بمستقبله السياسي اللي عم تحكي عنه. لك ما هي مشكلتها لماما، بتحب بسرعة، بتتجوز بسرعة، وكله بده تعمل بسرعة. ضليت سنين طويلة حاسس إنه مقصرة بحياتي ومتخليها عني. ولما كبرت فهمت إنه أنا اللي مش قادر أوقف حدا ولا قادر حل مشكلة وحدة بشكلها لتخلص. معلش، منيح اللي صار هالطلاق هلا وأنت هون لتكون حدا شوي، تواسيها شوي، تكون معه. حتى هالمرة ما رح لحق أعمل شيء، أنا مسافر على أمريكا بعد أسبوع. يعني رح تترك ماما لحالها؟ لا أكيد مش لحالها، رح أتركك معها. رح أبقى متأكد إنك رح تتقربي منها أكثر من أي وقت مضى. طب ولو ما فيك تأجل سفرك شوي؟ يا ريت، بس أنت عارف إني رايح أستلم الوظيفة الجديدة، وكمان في مهمة كان لازم أخلصها أول ما أوصل على لبنان لولا الظروف اللي صارت. مهمة شو؟ رح أخطب يا ستي، ورح تلاقيني خطيبتي على نيو جيرسي ونتجوز. رح تتجوز يا حياتي؟ غصب عني يا ماما، ما كان بدي أتجوز بهالظروف، بس الحقيقة إنه الموضوع هيدا متحدد من زمان، وبعدين هيدي خطبة بس. وشو إلك علاقة أنت بالظروف هاي؟ بالعكس، بتعرف أنا قديش مبسوطة إني أشوفك عريس؟ ويدل علي هيك ويقول الصبوحة أم العريس؟ أنا اللي رح دل عليكي، وقول هيدي أمي اللي رح ضل حبها طول عمري، وعارف قديه تعذبت كرمالي. هلا انسيلي العذاب وقلي مين العروس؟ بنت مهذبة كثير، من العائلة، بعدها مخلصة دراستها السنة الماضية بكلية الآداب. وبنت مين هيدي بعائلة الشماس؟ زينة، بنت دكتور جورج شماس. بنت برهان صادق؟ اي نعم. خرب ذوقك يا برهان، مين كان بيقول انه رح يصير قرايب؟ عرفونا على كثير بنات، هيدا احلى وحده فيهم. بفهم من كلامك يعني ما حبيتها قبل؟ ما حبيتها اول ما شفتها، وحاسس اني رح احبها بعد ما نتجوز. ايه بس يا ماما انا بشوف انه الحب لازم يكون قبل الجواز. انت اللي بتقولي هيك يا ماما، انت حبيتي كل اللي تجوزتيهم وبالاخر كلهم تركوكي. بعتذر ما كان قصدي ضايقك. صحيح يا امي انا فشلت بجوازاتي، بس أنا ما فشلت بحبي، ومانا ندمانة على ولا لحظة حب عشتها بحياتي، حتى لو ما انتهت نهاية سعيدي. كل واحد منا بعيش حياته من وجهة نظره. حفلة الخطوبة أحد الجاي ما رح أعملها من دونك، وبعدك إني بخلف بسرعة كرمال ما تصيري تتعب بكير. الحمد لله على السلامة يا صبوحة. الله يسلمك أستاذ رمسيس. عرفت إنك وصلت مصر في الفجر. آه، خرجت من فرح صباح ابني ودغري على المطار. ألف مبروك يا صباح وعقبال هويدا. إن شاء الله يا رب. بصراحة طول الفرح كنت بدعي لهم يا رب يكون حظهم أفضل من حظي. أنا اللي حظي كويس إني شفتك النهاردة يا صباح. ما عندكش فكرة أنا فرحت قد إيه لما نزلت مصر وقالوا لي أستاذ رمسيس بيسأل عنك. عشان سيناريو الفيلم الجديد اللي جالك في لبنان، ده هيكون من إنتاجي. يا ترى لحقت تقري؟ قريته طبعاً، عجبني قوي، بس الحقيقة ليكي شوية ملحوظات مش كده؟ هي ملحوظة واحدة بس مهمة. أنا حاسة إن البطلة أصغر مني، يعني لسه متخرجة من الجامعة بتحب وعايزة تتجوز. أنا الأدوار دي عملتها تقريباً من 20 سنة. للأسف المؤلف بعتلك الفيلم قبل ما أقرأ كويس، بس أنت ليك حق صباح، الدور كده مش هيناسبك خالص. يا ترى ممكن تعدله شوية في السيناريو؟ لا هو هيبقى صعب قوي إن في بنت في الجامعة نكبرها 20-30 سنة فجأة، بس أنا عارف إن البطلة ليها أم ودور هايل على فكرة ومش قليل، دور مش بطال. إيه رأيك تعملي الأم؟ الأم؟